FM. الكلمة ليك. معنا كذلك الأستاذ نور دين شمنجل، الكاتب العام للنقابة العام لمتفقدي التعليم الأساسي. مرحبا بك نور دين. مرحبا بك. خليناك استنى شوية، مي كنت أسمعك كمان في سي عبد الباسط. لا كنت مستمتع بصديقي عبد الباسط، لأنه كل ما يتكلم ديما يحدث الإضافة. نعم. عندك تعليق على الكلام والتجربة في فنلندا والمقارنة بتونس وكل شيء، عندك تعليق؟ لا فقط نحب نقوله فقط في آخر الاستطلاعات على التجربة الفنلندية أخيرا. نعم. أنه صحيح اللي قالوا كله على التجربة الفنلندية مفيد جدا، خاصة أنهم استثمروا في التعليم و سيكوريتي سوسيال، معناها التغطية الاجتماعية في فنلندا، وفنلندا الآن في البلدان الاسكندنافية بل في منطقة الأورو كل هي من أرقى مستويات العيش. نعم. لكن هم زادوا توا، وهذه حيوية النظام التربوي الفنلندي في تقديري، باش نكمل اللي قالوا في أستاذ باسط، هو أنه الآن يحب يراجع أين الفرق، أنه ثم أخطاء أيضا حتى التجربة الفنلندية. فإذا كان منظومة تربوية بهذا الرقي وبهذا النضج وبهذا العمق وبهذا القدرة والكفاية على تغيير نمط المجتمع الفنلندي والارتقاء به، ومع ذلك هو من الحيوية والحركية بحيث أنه قادر على أن يقيم ذاته ويقيم ويتطور باستمرار. وهذا احنا اللي نقصنا سي شمانجيك، عليك معاك فاطمة كراي. أهلا وسهلا، أنا يعيشك ربي فضلك. أنا حبيت نقول معناتها اللي التجربة الفنلندية هذه معناتها كبلد ما عندوش موارد طبيعية إلى آخره، وصل بالتعليم. تونس كادت أن تصل في هذا الاتجاه، ولكن احنا زادة سمحني عنا معضلة زادة اللي هي معناتها مشكلة اللغة. ما احنا مش عارفين رواحنا يلدرا نمشيو مع اللغة العربية الفرنسية الإنجليزية، هذا المشكل. وراهو مشكلة اللغة حتى فلسفيا معناتها تأثر بطريقة أو بأخرى. احنا اليوم مع الأسف وصلنا المنهاج التربوي، انت تعرف الوليدات وعندك صغار، تعرف اللي في السنة الأولى تعليم أساسي معناها ستيماني دوباز عفوا اللي هي بعد السيزيام، يقرأ يدرس الرياضيات بالعربية، ولكن يا ليتها لم تكن كذلك، لأنه يقسمون المخ متاعه على اثنين، يمشي من الأول المسار متاع الإكواسيون يمشي بالعربي، وبعد تالي يحطوا هالو بالفرنسية باللاتينية، معناتها entre parenthèses، معناها ما تجيش هذه، عمرها لا صارت. أنا أحكي معايا معناها أكثر من سفير، معناها في مناسبات معينة، معناتها عيب، معناها هذا اللي وصلنا له، يا ريتكم ما عربتوا، خليوها بالفرنساوية وفات الحكاية. أما احنا معضلتنا راهو في اللغة، معناها نخلقوا في ديجا